وينضم إلينا هاتفيا من جدة استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد حلواني. حياكم الله دكتور محمد. يعني في الوقت الذي نلاحظ فيه الأرقام القياسية ترتفع من حيث عدد الجرعات المعطاة، وأيضا اليوم سجلت 300,000 جرعة كأكبر كمية في يوم واحد منذ بدء تلقي اللقاحات، ومع هذا التذبذب ما زال متواصلا، هل هذه الإشارات مزعجة أم أنها في الحد الطبيعي؟ والله السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكركم على الاستضافة. الحقيقة أنه الموضوع يعني مزعج جدا، التذبذب هذا نحن يعني نحتاج أن نرى أن انخفاض في الحالات وانخفاض في المنحنى الوبائي. طبعا نحن نعرف أنه لا زال في ناس كثير ما تم تطعيمهم في الجرعة الثانية. هؤلاء الناس طبعا مع الآن وجود التطعيم مفتوح لجميع الأعمار يجب أن يعني يسرعوا في التطعيم وإكمال الجرعة الثانية. الفترة اللي هي بين التطعيمين الآن يعني طالت للكثير، وفي بعض الكثير قد يكون قد مل إنه هو لم يتطعم أو قد بدأ يحس يعني بالتراخي قليلا في الإجراءات الاحترازية، وهذا ما يعني يضعه في خطر اكتساب العدوى، لأن التطعيم كتطعيم لا يكون محصن بشكل كامل بتطعيم واحد، يجب أن يكمل التطعيمتين، وبعد التطعيمتين طبعا يجب أن يلتزم بالتباعد حتى إن شاء الله تهدأ الأمور. نعم. والمتعافي الذي أصيب يعني عفوا المتعافي من كورونا الذي أخذ الجرعة الأولى، هل يعتبر محصنا كاملا؟ هو يعتبر حسب نحن نعتبر الإصابة كجرعة أولى، الإصابة تعتبر كجرعة أولى، فيحتاج التطعيم تحسب له كجرعة ثانية، ويكون بعدها إن شاء الله بحول الله قوته محصن. لكن يجب أن نعلم أنه يعني حتى مع التحصينتين نسبة الوقاية قد تصل إلى 90%، تبقى نسبة بسيطة، يعني في خطر بسيط. صحيح أنه لا سمح الله في حالة الإصابة حتى بعد التطعيمتين تكون الأعراض أقل شدة أقل ضراوة، لكن في حالة وجود بعض الأمراض المزمنة قد يكون الشخص معرض أكثر لا سمح الله أنها تتطور الحالة. نعم. والخوف أكثر مما يكون محصنا ويحمل الفيروس وينقله دون أن يعلم. صحيح. طبعا يعني هي دراسات اختلفت في هذا الموضوع، في بعض الناس فعلا يستطيع أن يحمل الفيروس لفترة بسيطة. لا ننسى نحن أنه الفيروس في منه أكثر من سلالة، تختلف السلالات من حيث مقدرتها على الالتصاق في الأغشية المخاطية، على انتشارها، على بقائها في الجو في حالة تقارب الأشخاص من بعضهم البعض وقت الحديث، انتشار الرذاذ، هذه كلها عوامل مختلفة. يعني نحن عندنا لدينا بعض الشروط الأساسية في الفيروس بشكل عام، لكن من اختلاف السلالات، اختلاف انتقالها من شخص إلى آخر، من مكان إلى آخر، كثرة التزاحم، المكان المغلق من المكان المفتوح، الشخص هل هو صغير هل هو كبير، مدى تعرضه من شخص آخر، هذه كلها عوامل دقيقة لا ينظر إليها إلا في الأبحاث، وعلى أساسها يتم تقسيم النتائج وتصنيف طرق الإصابة وطرق اكتساب العدوى. الدكتور محمد حلواني استشار الأمراض المعدية كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا جزيلا لك.